مجرب حلم نحنا وين ونحنا مين قولك غلط نحنا والله مظلومين عم جرب حلم نحنا وين ونحنا مين قولك غلط نحنا والله مظلومين يمكن ضيعتنا يلي ربتنا حكمت علينا بالوهم نبقى مساجين بعتذر الله معك. اهلا بالابونا. ممكن تليفون؟ تفضل. ممنونك. الو؟ ايه أديل، انا يوسف. ايه طمني. قلت لك ما تخافي. شفتي؟ قتلتي هم على الفاضي. شو النتيجة؟ فحوصاتك طلعت منيحة الحمد لله، مثل التلج. كتر خير العطرة. يلا اطلع بسرعة. أنا ناطرتك حبيبي. طيب قلبي طيب. مع السلامة. لك شيء أبونا؟ مرتي مريضة. أريدها كثير يا رب يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دانيوس أنا ما بيني شي، فحوصاتي انضاف. رح أخبر كريسينا ورحيل إني بجنن. يلا عاشي روح بسرعة.
هيك خبرك الأبونا؟ ايه شفته بالكنيسة، كان قاعد قدام، قربت لقيته عم يبكي، سألته خبرني. بس بعد ما فهمت شو هالمرض على المظبوط؟ الهيئة أدل كانت خايفة منه لأنه بيها وأختها الله يرحمهم ماتوا بنفس المرض. خبرني الأبونا أنه هو نوع من تلف بالدماغ، من بعده بيجي جلطة وبعيد الشر عن قلبه، بتموت من بعدها. يعني قد بتعيش؟ هي وحظها. الأبونا ما كان بده يخبرني، كان خايف يوصلها خبر، بس بعدين رجع قال لي وقال لي خبري كمان، بلكي منوقف حدها ومنساعدها. يا حرام يا أداء، مسكينة والأبونا كمان مسكين. تخليك عمي طانيوس وين؟ طانيوس فوق مع بولس عم يحبوا المعزيات. عمتي؟ عرفت ان رجع جريس من امريكا؟ اكيد عرفت، وامك عزمتني السبت لعندكم لاتعشى وكون معهم. الهيئة باي معتقد انه جريس جاي يطلب ايدي. معتقد؟ ليش انت مش معتقدة؟ مع اساس ناطرتيه ليرجع من السفر وتتجوز وتروحي معه على امريكا. هالخبر هي من زمان قبل ما يسافر. خلص هالقصة صارت قديمة. قديمة؟ ما من شهرين طلبوك ليندا وعيسى لابنهم ورفضتي عسس مخطوبة. ما قلت لهم هيك لأهرب منهم. بس انت بتعرف قد ايه صار مش شايفه جريس؟ ايه بسيطة، بكرة بترجعوا بتشوفوا بعضكم وبيرجع كل شيء مثل ما كان. انا بعرفه لجريس، حاطط عينه عليكي. بتعرفي انه كل بنات الضيعة بيتمنوا يكونوا معه؟ ايه يتجوزهم. انا ما بدي. هيدي جمعيتك. لا هو دكتور، اشتغلنا كتير الجمعة قد الشهر كله، وانت كمان تعبت مثلي. يسلم ضيقتك. ولو هذا حقك، راح اطلع الليلة نام عند اهلي، بس هيك بستفيد من السبت من اوله. خي يعني انا كمان فيه اطلع من الليلة ولا بدك اياني افتح بكره الصبح؟ لا انا بوصلك على نص الطريق. لا ما عليه، بطلع من هون فرد مرة، نص الطريق بتصير صعبة علي. ولا احد بمرق عليكم، نشرب قهوة وبنزلك معي. طيب ماشي، مع انك تحب بشوف سنة قبل ما اطلع. ما حكيتك؟ شقت الأرض وبلعتها. تروح معي نجيب هدية لأختي بكرة عيد ميلادها. يلا خليني نجيب أغراضي. خالد ولي أمي وينك بعد الظهر كله عم دور عليك؟ ليش في شي؟ تلفن خيك عند بيت زهرة قال واصل الليلة. أنا عملت التبولة وحضرت الكبة نية، بدنا نتعشى كلنا سوا. اوعى تزمط شي مطرح. مش رح أزمط لمطرح. ما قلتي لي كم قرص كبه من يلي بحبهم ولا بس تونيز لاحمد؟ قلت لك قلت لك. تقبرني لا تقبرني. منيح اللي جيت الليلة، هيك منشوفك ومنشبع منك. جيت الليلة لأنه بكرة عشية لازم انزل. ليش؟ عندي عرس لازم صور الأحد. هيدي صعصعة، بس عرفتك جاي ما قبلت، قال هي بدها تعمل لك رقاقات بجبنة مثل ما أنت بتحبه. مرحبا أحمد. أهلا صعصعة. هيدي عملة بتعملها؟ بدي تريز أو ما بدي عيش. اسكت وما تكتر حكي، بتحبها وقت سامحها أنت حر، بس هيدا الشي ما خصه بحياتك. هي ما غلطت لحتى سامحها، كلهم كذابين عم يخترعوا قصص
لحتى يقولوا لي هي ما بتحبني. عبد الله القصة مظبوطة وأنت صار لازم تصدقها. لا مش مظبوطة. واعتبر طلعت مظبوطة من بعد ما تتجوز، شو بتعمل؟ بقول لك القصة مش مظبوطة. أنا أكيد يا عين عجبك؟ بده يرجع يعمل لنا قصة من بعد ما يتجوز. ليس أنا عايزتك موضوع مهم كمان؟ شو هالفرصة الحلوة؟ من ساعة وصلت أخبار بتقرف. ساعة الأستاذ تسين مدايم من أهل مرته، وساعة عبد الله كان مات. يلا كريستينا خبريني شو عندك. ماشي نحكي برا شوي. التنين رح يطلبوا لي إيدها من بيو. مبروك خيي مبروك. قلت لك بسكيت أغاني كمان، موسيقى من اللي بتحبيهم، موسيقى كلاسيكية. بحبك. عقبال مية يا رب، موت فيك يا حلوة. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written. بس انتوا صغار كنتوا تحبوا بعضكم. كنا صغار، هلا خلص كبرنا وهو بعد وبطلت حبه. مش عم بفهم كيف يعني بطلت تحبيه وبعد ما شفتيه. بعرفه خلص. ايه عن جد غريبة انت. من فترة لما كنا نقعد نحكي انا وياك كنت تقولي لي بكره بس يرجع جريس وبس يرجع جريس، وكنت تقولي لي اذا بسفرنا على امريكا هلا بتجوزوا دغري. شو صار لك فجأة؟ صار لي انا بطلت حبه، مش رح اتجوز رجل ما بحبه. كيف تعرف انك بطلت تحبيه ما زال ما شفتيه؟ بعرف ومتأكدة كمان. حس كأنه في حدا تاني بحياتك. اكيد لا. اكيد اكيد. انت رافضة جرس بقوة، حاسس كأنه في حدا تاني. ما في لا هو ولا حدا تاني. بعدين ما بدي اروح على امريكا. انت بتقبل يبعتوني ما تقعد تشوفني؟ يعني بشوم عليك. عن جد خيب املي فيك الياس. بيقولوا ما بتعرف الانسان الا اذا بتجربه. يا ترى هالحكي مزبوط؟ وقف الصوت لحتلم العالم علينا ونلم العالم علينا. شو المشكلة؟ يصير لهم يسمعوا موسيقى. لك هيدا كمان. صباح الخير طانوس. ليك اسمعني منيح شو بدي اقول لك. اديل عم تلبس وبدها تروح على الدكانه وعلى المطحنه وعلى الملحمه. رح تقول لك ما بدها اياك ترفقها، بس انت ما تقبل، فاهم؟ خليك معها على طول. بعدها تعبانه ويمكن يصير لها شيء. انا رح كون بالكنيسه. اذا الله لا يقدر صار ما صار، دغري بتعطيني خبر. مفهوم؟ معقول عبد الله جاي ورايا مثل الحراميه؟ نقصتني. عم بتشادل معك. شو؟ مش رح تخبرني شو صار؟ ما خبرتك.
التنين جايين يخطبوا لي اياكي. مش على هيدي القصة عم بحكي، بدي تخبرني شو صار؟ ليه ما عدتوا جيتوا لعنا؟ وانت شو صار لك؟ شو هالاخبار كلها اللي سمعتها بالضيعة؟ ما قلت كانت رسميني وتصمم. كذاب، خبرني الحقيقة. الحقيقة بحبك، بحبك انت وبس. ومن بكرة عبكرة بدي بلش ببرشة الأوضة والحمام. لازم نتجوز بسرعة ترس ما هيك؟ يا ريت بسرعة كتير. شو كل هالتحضيرات والترتيبات؟ شو سهرة عرس؟ ما يمكن يطلبوا ايد اختك الليلة. كبري عقلك امي، جيري الصنصين مش شايفينه، بكون غرام له بشي 100 مرة. بعدين بيقولوا بأمريكا فيك المرة بتشيب شعر الراس. ايه هدول للتسلية مش للجواز. انتبهي لأنه بنتك ما بدها. لا بقلة يكون ما بدها. أكيد لبقلة. لا تكونوا مفكرين نأجر كرسي بهالبيت. لوين؟ عجهلة من حمرة. عم بقول لك لوين؟ راح أدوي لها شمعة بالكنيسة للعذراء، تسمحي لي؟ من امتين هالقداسه؟ كل عمرنا نترجاكي لتروحي معنا على الكنيسه يوم الاحد وما بتقبلي. عادي هلا ما بقى الا يوصلوا. ايه يوصلوا؟ شو برقصهم سيف وترس يعني؟ تضحك لها انت، تضحك لها. بصراحه امي انا مش حابب كريستينا تروح على امريكا، بحبها كتير ومعلق فيها. هو انا كمان شو فكرك يعني؟ بس اذا هيدا نصيبها ليش لا؟ بتروح لها كم سنه وبترجع. بعدين كل عمرها كانت رح تموت لتروح على امريكا، شو صار لها هلا؟ اهلا وسهلا. بتحب تتعشى معي بالجنينه؟ عامله كشك مع كبه قراص. موت بالكشك. بس بصراحه بدي اروح زور اصحابي هون بالضيعه حدك، اعمل لهم مفاجاه. على كل حال انا كل ليله بسهر بالجنينه للساعه 12 بالليل. اذا رجعت انا هون. هالجمعه كان كثير منيح علي بالشغل. ما بعرف ليه فكرت انه كان وجهك خير علي. فجبت لك شي صغير من بيروت. كلك ذوق. بس هيدا عشا عائلة ضروري تكون فيه. ايه ضروري، على اساس انتو عائلة لويس السابع عشر ونحنا ما معنا خبر. بولس ما تتمسخر على عائلتي، انا ولا مرة تمسخرت على عائلتك. حصرت علي ليش؟ انا عندي عائلة ما كلهم راحوا. تانيوس يلا ما تعذبني. قوم. ما اشتقت لابن خيك جريس؟ ما بدك تشوفه؟ ايه اخر همه. طب إذا بقيت هون شو بدك تعمل لحالك؟ ما فيك تتمشى بالليل لحالك، خطر عليك. يا عمي تركي شو بدك فيه، هجم خوفتي؟ يا عمي ما بيسمع منيح، إذا هجم شي عليه ما بيسمع. بيسمع فرجي أحسن مني ومنك. ليكو مش رح رد عليكم، أنا رايحة. طانوس قوم جيب لك كيس وتشرب معي وبلالك هالعشا العائلة الكذاب. بدوخ؟ كده مزبوط رايح تمشى. استحق الزيني والله.
ابن عمي جريس رجع من امريكا. خبرتني رحيل، قالت عنه شاب بجنن. هلا بيكون معاش عند اهلي، اكيد بيجي يطلب لي ايدي. طب وانت ليه زعلانه؟ ما بتحبيه؟ لا ما بحبه. وقبل كنت تحبيه؟ قبل امتى يعني؟ قبل ما تتعرفي على احمد. احمد خلص، قلت لك وقت نزلت معك على بيروت، قلت له خلص ما بقى يحكيني. شكلك مش شكل وحدة قالت لشخص بتحبه خلص. لما طلعتي معنا بالسيارة كان بوجهك في كل الغرام، كنت مبسوطة. مش مزبوط كريستينا، ما تكذبي علي. أنا خايفة عليك، وخصوصي هلأ وجود جريز يمكن يخربط لك القصص. إذا رفضتي رح يسألوكي ليش. يسعد مساكن. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك. يعني شوية هدايا جبتوا معي من أمريكا، ما في شيء من أمريكتون عندي؟ الحمد لله على سلامتك حبيبي. بعتذر منك عمتي، ما خبروني إنه جدي مات إلا لما رجعت. الله يسلمك تقبرنا. خليلي إياك. كيفك مرت عمي؟ يا أهلا يا ابني. كيفك يا عمي؟ اشتقت لك. وأنا كمان. خليلي إياك وطول بعمرك. أهلا أهلا. تفضلوا تفضلوا. اسم الله يا ليت، اسم الله، صرت رجال. سنين كيفك؟ اشتقنا. شو كريستينا مش هون؟ بلا تقبرني، بس وصلت على كنيسة ضوي شمعة وهلأ بترجع. خبتاني لتشوفك. هاي شو؟ هيئتك رايح على مطرح مهم؟ ريحتك الحلوة سابقتك. راح أشوف ناس عزيزين على قلبي، عملوا مفاجأة كمان، كانوا مفكرين راح أشوفهم بكرة. وشو جايب لها معك؟ لمين؟ لحبيبتك. جايب لها قلبي تتعلقه على صدره. انتبه أحمد، انتبه كتير. نحن عايشين بين ناس طائفيين معمى على قلبهم، إن كان من ناحيتك أو من ناحية أهلها لحبيبتك. أنا ما بفكر القصة هالقد كبيرة. بعتقد بالأول رح يعترضوا، بس بعدين رح يمشي الحال، رح يقبلوا. أنا هيك قلت، بس اتفاجأت لما اكتشفت قديش هودي الناس قادرين يصيروا حقدين ومجرمين تحت شعار الديانة والإيمان. أنا جوزي مات قواص، تقوص على الطريق هو وطالع لهون. بعد لهلأ ما عرفت مين يلي قتلوا، ما عرفت إذا أهلي يلي لما تجوزتوا بعتوا يقولوا لي مش رح نخليك تتهني هني يلي قتلوه، أو أهله يلي لما تجوزني قالوا له نحن ما عنا شاب ياخد بنت مسلمي. انت بنظرنا ميت. اتنيناتهم قادرين يكونوا مجرمين، واتنيناتهم قادرين يقتلوا بأعصاب باردة. وبعده الحقد لهلأ، رغم انه ميت من سنين. أهلي ما بيسألوا عني، بنظرهم أنا متت. وأهله طالبين من أهل كل الضيعة يقاطعوني. ما بسترزق إلا من شي غريب مارق بالضيعة وما بيعرف شو قصتي، مثلك أنت مثلا.
أنا حابب شوفهم الليلة وأسهر عندهم هيك بلا تحضير قصد تشوفهم مزبوط متل ما هني. بركة إذا بشوفهم على حقيقتهم بقدر أخذ قرار النهائي. روح هلا وإذا ما ارتحت رجع لهون أنا سهرانة. يلا مع السلامة. كيسكن لان كيسك جريس كيسك جريس خلي لي اياك يا جريس. يا اهلا تقبريني. اهلا اهلا بحلوه الحلوين. يا اهلا جستينا كيفك جريس؟ برت كتير. ما قلت لي انك فليت من هون وانا كنت طفله عم بركض بالطريق. ما صار انت فليت وانا كنت كبيره. بس ما كنت حلوه هالقد. كنت حلوه بس هلا صرتي قمر. انا فايته على المطبخ، حدا لازمه شيء؟ عاديك يا سميره، ما حدا ناقصه شيء. يلا بالاذن انا رح ساعد. خليني. ايه اشتقت لك. كريستينا بتحبك كتير. أنا ما بعرفك تحبك مثلها بس بعرف إنه قلبك كبير وبتحب كل الناس. بعرف إنك شفيت المظلومين والمحتاجين إليك. بطلب منك توقفي حدنا أنا وكريستينا تساعدينا. مين السيارة؟ هي هيدا صاحب الشغل بيشتغل عنده ببيروت أحمد. أحمد خير؟ في شيء؟ لا 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 أبدا، بس وعدتك نزلك بكرة معي على بيروت، قررت تنزل ليلة، قلت بجي بقول لك وبشرب عندكم كاسة شاي على رواق إذا ما في إزعاج. لك أهلا وسهلا، يلا تفضل. ابن عمي هون صرنا زمان مش شايفينه، وعاملين عشاء كلنا، العائلة كلها مجتمعة، يلا بتسهر معنا. لا خلص بليها إذا العائلة كلها مجتمعة بليها. ولا ما أنت من العائلة كمان. يلا تعال. كاميرا معك؟ أي أكيد. معلاش بتجيبها بتخلنا صورة حلوة، مش كل يوم العائلة بتجتمع. أكيد يلا. يا أهلا وسهلا. مرحبا كيفكم؟ أهلا أهلا. كيفك كريستينا؟ الحمد لله. ما تغزوني بس جيت وصل خبر للياس قبل ما انزل على بيروت، بس طلب مني اخذ صوره لالكم طالما مجتمعين. اه انت بتصور؟ نعم شغلتي. تفضل تفضل قهوه او شاي. يا هلا. أنت طلبت من تانيوس يخدمني؟ يساعدك مش يخدمك. إيه ما بقى بدي يساعدني، حرام خليه يروح على شغله.
أي شغله المسكين. هو هيك بيكون مرتاح، بحب يساعدك ويساعد. تعريف بحبك كتير، ما بيرفض لك طلب. ييه سي تجيب المي. يمكن فركشت، ما بعرف شو صار لي. يلا منتجمع كنا للصورة. تعال مستحيل. يلا واحد اثنين ثلاثة. بعد مرة كلنا سوا تحكي للصورة. واحد اثنين ثلاثة. طيب ده بدك شيء انا فيه اثنين. الله معك فوت اثنين. وهذا الشاب اذا رجع ولا يهمك انا بفتح له. اصلا مش حاسه انه رح يطول مطرح منه رايح. تصبح على خير. وانت من اهله. انا مبسوط كثير الليله لأنه أحمد موجود معنا هو وكاميرته، مثل كأنه الله بعته بهالليلة اللي رح تكون مميزة. اليوم رح أحكيكم وأتخطى التقاليد وأحكي على الأمريكانة. مش رح أنطر بي وأمي حتى يحكوا مع عمي ومرت عمي. رح أحكي مباشرة مع صاحبة العلاقة بكل بساطة وصراحة. كريستينا، أنا جاي شهر من أمريكا وبدي نتجوز. صحيح أنا بعدت عنك سنين، بس بعدني بحبك مثل ما كنا نحن وصغار. كنت حبك بس ما كنت أقول لحدا. عمي، أنا رح أقبل بكل الشروط اللي بتحط علي. وأنت يا كريستينا رح حطك على راسي من فوق كل عمري. نحن قلنا الشرف يا عمي. لكن تعمل معروف تصورنا صورة أنا وخطيبتي؟ أنا بعد ما فتحت أمي جيريس ولا جاوبتك. إذا عم تتصرف على الأمريكانة بالقليل انطني لجاوبك وأعطي رأيي مثل ما بيعمل الأمريكان. طيب أكيد طبعاً. يمكن أنا تسرعت شوي، بعتذر. أنا بدي وقت لفكر بهالموضوع، نبقى منحكي فيه بعدين. لك شو هالحكي؟ شو نحن ما قلناش رأي؟ بلا بي أكيد لك رأي، ما أنا هيدا اللي عم بطلبوني أحكي معك ومع أمي ومع أخواتي ومنبقى منجاوبهم بعدين. أوكي، لكن بدي أرجع صيغ الطلب مرة تانية. أستاذ أحمد، بدي عزبك تصورني صورة أنا وبنت عمي. أكيد. أحمد، بدي تقل بعد عليك بشغلة. بدي أتصور أنا وعمي تانيوس. تكرماني. عمي تانيوس؟ عمي تانيوس بدي أتصور أنا وياك. بدي تتصور هي وعمي تانيوس، لأنه عمي تانيوس هو ميدي بعلبك.
يلا جماعة تشرفنا بالإذن. الله معك. إذنك معك. خلصنا زيد؟ إيه نزل هلا. خاطركم. مع السلامة. اسمها كريستينا؟ ايه اسمها كريستينا. وبعدين ابن عمها طلب انه ياخد صورة هو خطيبته، بس هي وقفت وقفة حلوة، تحدت الكل وقالت انا عندي رأي بعد ما قلته وبدي وقت تفكر. كانت وقفة حلوة. قديش رح تقدر توقف وتتحدى؟ قديش ولأمتين؟ ما بعرف قدي، بس لازم توقف وتتحدى. اصلا لو قصتنا ما زبطت، مين بيجي هيك من أمريكا فجأة وبيتجوز وبيفل؟ إنه معقول؟ وين الحب؟ بدك تقلي إنه عندكم بالضيعة ما بتصير؟ بلا أكيد بتصير. ليش سوسن شو؟ مين سوسن؟ سوسن بنت عمي، حجين لي إياها من هي وصغيرة، قال كأنه هي شي كرسي أو شي طاولة بتنحجز. والأضرب من هيك إنه هي موافقة، فكر حالة مغرومة فيه. أنا بحبها مثل أختي خلود وبس، ما في اكتب كتاب عليها. هي بنت عمي بعزها من كل قلبي، بس ما بحبها. وقبل ما تتعرف على كريستينا كيف كنت تفكر بسوسن؟ كانت تجي تسهر معكم بالضيعة؟ جاوبني بصراحة. ايه كانت تجي تسهر عنا، وبصراحة ايه كنت بفكر انه يوم من الايام ممكن نتجوز. بس بعد ما تعرفت على كريستينا شفت انه في حب هالدنيا، ما عاد بقى بدي اشوفها. ويمكن كريستينا صار معها زيت الشي، ويمكن ابن عمها مش مذنب، يمكن كمان قبل ما راح امريكا كانت موافقه. شو ما كان الوضع من قبل، هلا خلص الوضع تغير. انا وكريستينا بلشنا نحب بعضنا وما حدا رح يوقف بوجهنا. ما بحق لنا وقت نتعرف على شخص وننعجب فيه وننغرم فيه انه نشكر الله على هالنعمه، إنه نشكره لأنه عرفنا على بعضنا ونكفي كل حياتنا سوا، ما هيك؟ شو في؟ عادي، بدي أحكي أنا وياك بموضوع جريس. إنه معقول جريس؟ جاي من آخر الدنيا أخذ فرصة هيك ليتجوز ويفل من دون لا شعور ولا دستور؟ معقول جريس شايف حاله؟ شو عنده ساعة بحاله؟ شو مستوطي حياتنا؟ دغري بقول لأحمد خد لي صورة أنا وخطيبتي كريستينا بدون حتى ما أنا أقوله ولا كلمة. شو وطى من قيمتي قدام الكل؟ يا شاك عم تخديها، إذا طلب يتجوزك بيكون عم بيوطي من قيمتك؟ بالعكس، لحتى يعملك مرته يعني محترمك قد الدنيا. يعملني مرته؟ دخيلك الياس، بلا الحكي المتخلف أنت كمان. شو بك معصبة هالقد وما فينا نحكي معك؟ عشو عم بتصرخي كريستينا؟ فكرك إذا صرخت بتصيري قوية وبتربح الحرب يعني؟ فيك تصرخي قد ما بدك وما يطلع من أمرك شيء. شو قصدك؟ قصدي انه روقي، ما بدها هالقد القصة. جيرس ابن عمنا، طول عمرنا ربيانين نحن وياه، كل عمرك تحبيه قد الدنيا، شو صار لك هلا؟ ما كنت اعرف غيره. يعني هلا صرت تعرفي غيره؟ لا، قصدي كنت صغيرة ما كنت اعرف شيء من شيء. هلا صرت افكر بغير طريقة، صرت افكر مثلا مش ممكن اتركهم وسافر على امريكا. صار في ولاد بهالعائلة وانا كثير معلقة فيهم. ليس أنا عندي كتير ذكريات بهالضيعة، وبعدين ما بقى بدي أسافر على أمريكا. يعني إذا جيرس قرر ما يسافر بتتجوزي؟ مش رح يقرر ما يسافر. يا أختي افترضي قرر ما يسافر بتتجوزي؟ شو هلأ أنت عم تكعيني ولا كيف؟
تصبح على خير. عم جرب حلم نحنا وين ونحنا مين، قولك غلط نحنا والله مظلومين. عم جرب حلم نحنا وين ونحنا مين، قولك غلط نحنا والله مظلومين. يمكن ضيعتنا يلي ربتنا، حكمت علينا بالوهم نبقى مساجين.